اختتمت في بلدية زديتن دورة تدريبية بعنوان فن الإلقاء، استهدفت 40 طالبا وطالبة من الجامعة الأسمرية. هذا وتضمنت الدورة محاور عدة تناولت فن الإلقاء والتقديم وقبول الذات ولغة البدن والتخلص من الخوف والارتباك تحت إشراف الاتحاد العام لطلبة الجامعة الأسمرية. أتلف جهاز الحرس البلدي سبيعة كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وصادر جهاز تلك المواد أثناء حملات تفتيش أطلقها أفراد الحرس على عدد من المحلات التجارية بالبلدية. اختتمت في بلدية غريان فعاليات معرض الأسرة المنتجة، ويهدف المعرض إلى توفير فرصة للأسر المنتجة وأصحاب المبادرات تتيح لهم التلاقي وتبادل الخبرات الجماعية، وتسعى الفعالية لتطوير الصناعات الصغرى بالبلدية من أجل دعم هذا المجال لإدماج الأسر المنتجة في النشاط الاقتصادي. أقيمت في بلدية سرت ورشة عمل تناولت كيفية تطوير قطاع الصحة في البلدية، وانتظمت الورشة تحت شعار معا من أجل تطوير القطاع الصحي بمدينة سرت، وتهدف أنشطتها إلى الرفع من الكفاءة داخل مستشفى ابن سينا التعليمي وتطوير الكوادر الطبية في البلدية والنهوض بمستوى الخدمات.